سعد يثور ضدي على طول لو انا ما احترمش القانون الدستوري. الاعلانات الدستوريه والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة. نمضي إلى الأمام، لا تنظروا خلفكم ولا أسفل الأقدام. مساء الخير واهلا بيكم، ونواصل معكم هذه التغطية المباشرة والمكثفة لحظة بلحظة مع مليونية حلم الشهيد، المليونية المعارضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، وأيضا المعارضة للدستور، هذا الدستور الذي يعني صدقت عليه الجمعية التأسيسية بالأمس بالإجماع في أناء الليل وبداية بزوغ النهار. يوم واحد صوتت عليه الجمعية التأسيسية بالإجماع، يمكن أسرع من أي إجماع آخر الحقيقة، وطبعا لا شك في الإجماع طالما أن كل الأعضاء من الجمعية التأسيسية التي صدقت على الدستور بالأمس كانوا من التيار الإسلامي، إما من حزب الحرية والعدالة أو من حزب النور أو من المقربين لتيار الإسلام السياسي أو حتى ممن كانوا على قوائمهم في الانتخابات. هذا دستور من الواضح أنه يعني هنعرف تفاصيله، لكن خلونا نتكلم ونشوف احنا في انهي لحظة بالضبط الان. خلوني اشرح لكم الاول ايه اللي بيحصل في الميدان. منذ قليل كان حمدين صباحي على المنصة بيلقي كلمة، الان وصل الى الميدان منذ قليل الدكتور البرادعي والدكتور ابو الغار وعبد الحكيم عبد الناصر نجلي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. المسيرات ابتدت تنضم للميدان، مسيرة شبرا، مسيرة مصطفى محمود، مسيرات مختلفة بدأت تنضم للميدان. هذه هي مليونية المعارضة للإعلان الدستوري وللدستور، دستور بعض أطلق عليه بأنه دستور منتصف الليل. الحقيقة إحنا فين؟ إحنا ما بقيناش بس في وضع انقسم فيه المصريون مع وضد الإعلان الدستوري الذي يعني استحدث فيه الرئيس مرسي لنفسه سلطات وتحصينات غير مسبوقة في العصر الحديث في مصر، لكن نحن أمام الدستور، وهذه هي الطمة الكبرى الحقيقة، الدستور. الآن علينا أن نفكر لقدام شوية، محتاجين نفكر لأبعد من مليونية النهاردة ومليونية الإخوان بكرة، محتاجين نفكر لقدام. احنا متوقعين خلال يوم او اتنين يعني غدا سيقدم المستشار الغرياني مسودة الدستور التي وافقت عليها الجمعية التأسيسية للرئيس. متوقع ان يصدر الرئيس قراره بالاستفتاء على الدستور، معرفش هيدينا وقت قد ايه، هيدينا 15 يوم ولا هيكون اكرم ويدينا شهر مثلا نتناقش فيه طبقا بقى للوضع وللحاجه. واهم حاجه ان هو يعلن ده قبل قرار يوم 2 ديسمبر اللي هو يعني او انصاره توقعوا ان المحكمه الدستوريه قد تقوم بحل الجمعيه التاسيسيه. anyway هي الجمعيه التاسيسيه خلصت دورها وربما تقوم بحل نفسها، فالقضيه هنا لم تعد قضيه الجمعيه التاسيسيه، القضية الآن هي قضية الدستور. الشعب المصري الآن أمام الدستور. الدستور ده فيه مواد جيدة وفيه مواد مختلف عليها بشكل كبير، عشان أكون موضوعية بشكل أساسي، في مواد منطقية جيدة كان عليها توافق، ولكن المواد الخلافية لم تزل خلافية، المواد اللي فيها قنابل موقوتة لم تزل موجودة، وهنحاول ان احنا في كل يوم ان احنا نفصل لكم ايه المواد دي. القرار في النهايه للشعب المصري، هل هنوصل لمرحله الاستفتاء؟ هل هنوصل نقول ايوه ولا لا؟ هل السؤال الاهم كمان، هل الدستور ده هيستفتى عليه ب نصاب قد ايه؟ يعني مثلا اذا راح الاستفتاء 5% مثلا من المصوتين او 3% من المصوتين او 1% من المصوتين زي ما حدث في مجلس الشورى، هل احنا الواحد في المية ده 50% منه بلس 1 او 50% زائد 1 يعد نصاب قانوني لدستور يعيش عليه المصريون 20-30 سنة لقدام؟ هل ده منطقي؟
ولا يجب أن يكون هناك نصاب للتصويت ربما يزيد عن 50%؟ والحقيقة يعني لما بصيت على بعض مواد الدستور اكتشفت ان حصل فيها عدد من التعديلات، بعض التعديلات بالفعل اللي طالبها طالب بيها كان عمرو موسى، اللي هي مثلا في قضية الاتفاقات الدولية. في الاتفاقات الدولية يجب ان يصوت مجلس الشعب باكثر من ثلثي البرلمان. الله، طب اذا كنتوا مقتنعين بده ليه اذا مش مقتنعين ان الدستور يجب ان يكون له ماجوريتي في التصويت؟ ده إذا وصلنا إلى مرحلة التصويت. إحنا في الفترة اللي جاية لازم نشرح للناس إيه هي المواد اللي فيها مغرز، المواد التي تبدو وكأنها جميلة لكنها تحمل في طياتها إما بذور دولة دينية أو دولة يتدخل فيها المجتمع أو دولة تهمش المرأة أو دولة تحد من سلطة الإعلام وتحد من حرية الإعلام. كل ده موجود جوه الدستور. الدستور اللي صوت عليه لجنة كانت نايمة الحقيقة، نصها كان نايم وهي بتصوت، لكن كان كله بيقول إجماع إجماع، وحتى لما كان دكتور العوا بيعمل بعض الاعتراضات جزء اتاخد بيه وجزء ما اتاخدش بيه، وهنقول لكم التفاصيل دي. لكن خلوني أقول لكم على اللي حصل امبارح أيضا. بالأمس أيضا دكتور مرسي كان عنده لقاء مع التلفزيون المصري، التلفزيون المصري عمل معه حوار، وكان ناس كتيرة منتظرة من هذا الحوار أن يكون له ردود أفعال. والحقيقة قبل ما نشوف زمايلنا في الميادين ونشوف ماذا يحدث في الشارع، خلونا نقف وقفة شوية ونقارن بين وقفة الدكتور مرسي أمام الاتحادية وبين حواره بالأمس. عايزاكوا تلاحظوا مجموعة من الأشياء. أول ملاحظة، لغة الجسد، البادي لانجوج زي ما بنقولها، لغة الجسد لدى الدكتور مرسي في أمام الاتحادية هي لغة هجومية، لغة طبعا هما ربما يتحدث إلى المجموع وكانوا من أنصاره طبعا، فكان حماسي هجومي، لديه قدر من الحماسة ومن الهجوم على في حواره. اللغة الثانية في الحوار طبعا، لأنه بيتكلم الشعب المصري كله وبيتكلم جوه استوديو أو في مكان ما وقدامه اثنين مذيعين، كان هادي وده شيء طبيعي. لغة إيديه كانت لغة توافقية طبعا، كل ده بعد في النص كان في إيه؟ كان في مليونية يوم الثلاث. المعارضين هدي الدكتور مرسي شوية في حواره، في الأول كان بيتكلم على أنا شايف 2-3-4 وبيتكلموا الكلام ده كله، رجع في الحوار قال لك لسه منتظرين الدلائل ومنتظرين الوثائق ولدي معلومات ولكني لا أتجسس على الناس، وابتدى يتكلم عن الحضن وعن الحب وعن المشاعر، وفي أجزاء أخرى اتكلم عن مصر الخضراء وعن النيل وعن الهرم. هل وصلت رسالة الدكتور مرسي؟ ما أعرفش، أنا هترك النتيجة ليكم وأرى لكم بعض النتائج إن كانت الرسالة قد وصلت وإن كان قد أجاب على الأسئلة المهمة. فين المؤامرة؟ ليه عندك سلطات استثنائية؟ ليه عندك تحصين لقراراتك؟ ليه في قرارات حماية الثورة أنت بتنكل بالإعلام وهتلبسنا 6 أشهر في أي قضية؟ أسئلة كتيرة جداً أنا ما لقيتش ولا إجابة، احتمال أنتوا تكونوا لقيتوا إجابات، أنا قعدت 80 دقيقة أبحث عن إجابة واحدة، لم أجد إجابة واحدة. نسمع والفارق بين الحوارين. وأنا أنظر في الأمر وأصبر على التجاوزات وأدقق في الخطوات وأرى هؤلاء وهؤلاء، وأعرف النهاردة الصبح كان في 2-3-4 قاعدين في حتة برضو الغطاء اللي بيتصوروا انه هيغطيهم، وقاعدين يفكروا مع بعض هيعملوا ايه في اللي جاي بسوء تقدير بسوء تقدير. لكن اذا رأيت زي ما قلت وما زلت عندما ارى ان الوطن قد يتعرض لسوء او ان الشعب والثورة يحاول المنتمين للنظام اللي فات اللي بيحاولوا انه متصورين ان هم يهربوا من قدام عيني وروحوا في حارة مزنوقة علشان يعملوا حاجة غلط، او
أو بعضهم يسافر يستخبى بره وبعدين يتصل بحد جوه. كل ده واضح جدا. لما أنا يبقى عندي معلومات، هذه المعلومات لكي يحاسب من تناله وتطاله هذه المعلومات لازم تتحول إلى وثائق حتى تكون ده أدلة في اتهام، لأن احنا نتكلم عن شكل قانوني قضائي وليس مجرد كلام. لما يتوفر لدي من المعلومات باعتباري رئيس الدولة، ليس تجسسا على أحد، حقوق المواطنين مكفولة وحريتهم وخصوصيتهم، إنما وسائل جمع المعلومات الآن متوفرة، ده متوفرة لبعض الناس حتى، فلرئيس الدولة بتبقى متوفرة أكتر. عندما يكون لدي هذه المعلومات وأستشعر خطرا على وطني، وأنا قلت قبل كده لما أقول أعداء الثورة وأعداء مصر لا أقصد أحد من المصريين، لكن لكل ثورة أعداء من خارج أوطانها، وقد يسير في هذا الركب البعض الذي كان مستفيدا من النظام السابق، وهذا لا يخفى على الشعب المصري. مليونية غدا أو بعد غد أو بعد ذلك في ميادين مصر في ميدان واحد ظاهرة صحية، ولكن بنحافظ على بلدنا، ما بنعتديش على بعض أبدا، بنقول رأينا بكل وضوح وصراحة وقوة، لا نجرح بعضنا البعض، نحب بعضنا بعض، نختلف في الرأي، نختلف في الرؤية، نختلف في المواقف، لكن في الآخر احنا جسد واحد حضن واحد. جسد واحد حضن واحد، ولكن ماذا قسمنا؟ ما قسمنا؟ قسمنا الإعلان الدستوري، قسمنا نعم مع الله لا مع الكفر والشيطان في 19 مارس، قسمنا انتوا مع الإسلام ولا مش مع الإسلام، انتوا مع الشريعة وانتوا مع الشريعة، ومحدش ضد الشريعة ومحدش يجرؤ أو يتخيل يكون ضد الإسلام، لكن قسمتنا هذه الشعارات، قسمتنا السياسة التي على أساس ديني. ده اللي قسمنا، ده اللي قسمنا يا دكتور، اسأل ناسك، اسأل أهلك وعشيرتك، هو ده اللي قسمنا، اللي قسمنا استخدام الدين، اللي قسمنا إن خطباء المساجد اللي بيقولوا عن العلمانيين والفلول. وبعدين أنا عندي سؤال على موضوع الفلول ده، هل إحنا الناس كل المصريين اللي كانوا عايشين في النظام السابق هنسحب جنسياتهم؟ نقرر مثلا نطلع زي مثلا موضوع العزل ده اللي طلع، لكن يعني احنا دلوقتي هنسحب جنسيه كل المصريين اللي كانوا عايشين سنين عمرهم كلهم في ظل النظام السابق او كانوا بيشتغلوا في الحكومه مثلا، هل دول نطلع قرار بسحب جنسياتهم؟ تحدث الرئيس مرسي عن زعماء الفلول اللي كانوا موجودين في تظاهره يوم الثلاث، مين ارجو انك تقول لنا، احنا مش عارفين مين. تحدث الدكتور مرسي عن خيوط المؤامرة التي في يده، أرجوك قل لنا. طول عمر المجلس العسكري كان بيكلمنا على المؤامرة ولا نعرف عنها شيء، النهاردة عايزين نعرف هي إيه المؤامرة، خلينا نبقى معاك، خلينا نستشعر نفس هذه المؤامرة ونقول فعلا هناك مؤامرة تستوجب هذا التحصين. قل لنا مين 2-3-4 دول، وبعدين بتقول ما بتتجسسش على الناس، طيب يعني هي التقارير دي إيه؟ معلش احنا رجعنا لزوار الليل ورجعنا لتليفوناتنا المترقبة ورجعنا الكاميرات معرفش موجودة فين، ولو 2 اتعشوا في حتة بيتعمل عليهم تقرير، ده تجسس، ده تصنت، ده بنسميه ايه؟ ولو كانوا قاعدين في اوضة مقفولة عليهم، اي حد انت شعرفك كانوا بيقولوا ايه؟ الا بقى لو انت مركب واجهزتك مركبة ميكروفونات في كل حتة، ايه المشاعر دي؟ ايه المشاعر العدائيه اللي احنا فيها دي؟ وعايزيننا نتوافق ازاي؟ ده شيء يعني الحقيقه يدعو للتساؤل والعجب. عايزين نفهم ايه هي المؤامره. لما كان ضيفنا الدكتور البلتاجي يوم الثلاث كلمنا على نخنوخ، قال لك نخنوخ والمؤامره، وكلمنا ايضا على عقيد في المخابرات العامه، لكن عندنا معلومات مخالفه حول هذا العقيد، لكن القانون هو اللي طبعا يقول كلمته في ده، احنا مش هنتدخل والجهاز يدافع عن نفسه. لكن الحقيقة أنه يعني من الصعب اتهام أجهزة سيادية بهذا الشكل بدون أدلة واضحة. عايزين أدلة واضحة عن هذه المؤامرات. لحد هذه اللحظة نحن في حالة فرقة وليس خلاف، والفرقة بتزيد بالإصرار على وضع الدستور أمام المصريين، ظهركم للحيط وهو ده اللي قدامنا، واشربوا بقى من البحر، هو ده الوضع اللي عندنا، شوفوا بقى هتعملوا إيه. هذا هو الوضع.
ردود الافعال الحقيقه على الحوار معظمها لم يكن ايجابي من التيار المدني. طبعا التيار الاسلامي السياسي المؤيد للدكتور مرسي كان معجب بيها جدا، لكن مثلا حمدين صباحي قال اسف، لكن الرئيس لم يدرك بعد أن الديمقراطية ليست فقط طريقا للوصول إلى السلطة وإنما هي طريقة لممارسة السلطة. عمرو موسى قال سمعت كلمة الرئيس بالأمس لكن الموقف لا يزال به توتر كبير. الأديب علاء الأسواني قال أرشح الدكتور مرسي لجائزة نوبل في فرع المراوغة في الحديث والهروب من الأسئلة. أبو العز الحريري قال حوار رئيس مرسي لم يأتي بجديد وعبارة عن عبارات مكررة. عز الدين شو كاتب الروائي قال دايما في مؤامرة خارجية لا يعرفها سوى القائد ولا يمكنه الخوض فيها علنا. يعني عمرو سلامة المخرج قال قارن بين لقاء الدكتور مرسي لقاء البرادعي، قال لك لما قلبت من الدكتور مرسي من الدكتور البرادعي للدكتور مرسي وكأني بنتقل للماضي بآلة الزمن. ده حوار الأمس. خلونا نشوف الميدان ونشوف كمان أراءكم، عايزين نسمع صوتكم النهاردة على الاتصالات الهاتفية ونبدأ بالميدان. مراسلنا طارق أحمد، يا طارق قولي أخبار الميدان، مين اللي دلوقتي على المنصة؟ نعم أستاذة لميس، ما أشبه هذا اليوم بالبارحة، ما أشبه مليونية حلم الشهيد التي بدأت اليوم بمليونية للثورة شعب يحميها. أعداد كبيرة داخل هذا الميدان تقارب نفس الأعداد التي كانت يوم الثلاثاء الماضي. وصلت جميع المسيرات من مصطفى محمود، من شبرا، من مسجد الفتح، من السيدة زينب، من كل اتجاه وصلت إلى ميدان التحرير ليمتلئ هذا الميدان بأعداد كبيرة. منصة واحدة فقط نعم في هذا الميدان يعتليها الآن السيد حمدين صباحي الذي يقول أن هذا الميدان غير معرض للانقسام. قال أيضا أن هذا الميدان لا يحوي أي من رموز الفلول كما تدعي جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها وكما تسري شائعات كثيرة في وسائل الإعلام. هذا الميدان على عهدة السيد حمدين صباحي خالي من الفلول. أيضا في هذه النقطة لفت أنظارنا أن هناك لافتات داخل قلب الميدان ووسط الميدان تقول لا فلول ولا إخوان، حزب الكنبة في الميدان في إشارة إلى نزول مواطنين عاديين لهذه المليونية لرفض الإعلان الدستوري ورفض مسودة الدستور التي تحاول الجمعية التأسيسية تمريرها في هذه الأيام. المطالب تقريبا هي مطالب واحدة، اللافتات تقريبا هي لافتات واحدة، هي نفس اللافتات ونفس المطالب التي خرجت من أجلها مليونية الثلاثاء. المطلب الأول هو إسقاط الإعلان الدستوري، أيضا حل الجمعية التأسيسية بتشكيلها المعيب، أيضا القصاص للشهداء، تشكيل تأسيسية جديدة، إقالة حكومة هشام قنديل وإعادة هيكلة وزارة الداخلية. نفس جملة المطالب يطالب بها هؤلاء المتظاهرين. أيضا وضمن التطورات من المنتظر أن يكون هناك اجتماع في حزب الوفد في الساعة 7 مساء لجبهة الإنقاذ الوطني التي تتشكل من أحزاب رافضة للإعلان الدستوري ورموز وطنية وشباب ائتلاف الثورة. في هذا الاجتماع سيتقرر ما هي الخطوات التصعيدية التي سيأخذها الميدان تجاه ما يقولون أو ما يصفونه بالتجبر والعناد من قبل السيد الرئيس محمد مرسي وعدم استجابته لمطالب هذا الميدان وكل الميادين التي خرجت فيها تظاهرات لرفض الإعلان الدستوري. أيضا أستاذ لميس، النقاشات والمناقشات داخل هذا الميدان تتعلق بحوار الرئيس محمد مرسي بالأمس والتي أزعته كثير من الفضائيات وكانت منها تلفزيون CBC. الجميع اعتبر هذا الخطاب خالي من أي نقطة محددة أو موقف محدد تجاه ما يقوله هذا الميدان أو الميادين الأخرى. أيضا اعتبروه بمثابة مضيعة للوقت وعدم استجابة سريعة لمطالب الميدان. أيضا الميدان اليوم يعني كان يناقش الكثير منها، مثلا ما حدث في صلاة الجمعة مع الرئيس محمد مرسي أثناء صلاته في التجمع الخامس واعتراض البعض عليه وعلى خطبة الجمعة التي كانت هناك.
هذا كل ما هو حادث الآن. طبعا أود الإشارة إلى أن هناك بيانات خرجت من هذه المنصة ومن متظاهرين كثيرين في الميدان تحذر من أي مصادمات من الممكن أن تحدث داخل هذا الميدان، على الرغم من أن هناك يعني إجراءات تأمينية شديدة لمداخل الميدان، خصوصا في مدخل شارع باب اللوق وشارع طلعت حرب وشارع التحرير وشارع خصر العيني. هناك ثلاثة أبراج أقيمت في التحرير لمراقبة مداخل الميدان، إضافة إلى الحواجز، طبعا إضافة إلى ما قالته المصادر الأمنية في أن هناك حوالي 40 نقطة أمنية ونقطة تفتيش حول الميدان. أود الإشارة أيضا إلى أن مسيرة شبرا كانت تحميها بعض قوات الشرطة. شكرا يا طارق، بشكرك على هذا المجهود وأرجو طبعا تبقى معنا في الميدان وحنرجع لك مرة أخرى. نذهب إلى الأسكندرية، خالد الأمير، مظاهرات اسكندرية من أنه جانب يا خالد؟ الممرأة بين الجانبين في الأسكندرية. هناك مسيرة خرجت من القائد إبراهيم، وصلت الآن منذ قليل إلى سيدي جابر بجوار مسجد عصر الإسلام، وهو أحد المساجد الرئيسية لجماعة الإخوان المسلمين. كل القوى المدنية أعتقد أنها مشاركة في هذه المسيرة. المسيرة كبيرة جدا، تطالب بإسقاط التأسيسية، وتطالب وصلت المطالب إلى إسقاط الرئيس شخصيا، وطلب بوقف إخوانة الدولة. هناك نية للاعتصام، هناك مشاورات للاعتصام، لم يحدد بعد في أي مكان. هناك أيضا نية للذهاب بأتوبيسات بمجموعات بالسيارات إلى ميدان التحرير لحماية ميدان التحرير كما قال لي القوى المدنية. أيضا هناك كان هناك أيضا مظاهرة من مسجد سيدي جابر الشيخ للإخوان المسلمين والدعوة السلفية وحزب العمل والجماعة الإسلامية، خرجت من أمام مسجد سيدي جابر الشيخ عقب صلاة الجمعة متوجهة إلى ميدان فيكتوريا، وهذه كانت مظاهرة مفاجئة حيث لم يعلن عنها غير صباح اليوم أو فجر اليوم، وخرجت في هذه المظاهرة أثناء خطبة الجمعة في مسجد سيدي جابر الشيخ. تقدم إمام خطيب المسجد باستقالته من وزارة الأوقاف احتجاجا على منعه من الخطابة كما قال بسبب انتقاداته للرئيس. لا يعني معلش، هو منع من الخطابة، قولي الجزء ده لو سمحت يا خالد. إمام المسجد أيوة، أو خطيب مسجد سيدي جابر الشيخ الذي جاء من مسجد الشهداء ليخطب في مسجد سيدي جابر الشيخ اليوم، قال أنه تم منعه من الخطابة بسبب أنه طالب من الرئيس مرسي أن يوحد الصفوف، وبسبب أنه انتقد قراراته الأخيرة، وقال أن الرئيس والإخوان المسلمين يعقدون مبادرات لوقف القتال بين الصهاينة والمسلمين، فعليهم أن يعقدوا صفقات لوقف القتال بين والله أحسن والله، يعني إيه لفوت ضفوه بين المصريين وبعضهم بعض، لكنه منع من الخطابة بسبب هذا. الإخوان المسلمين اتهموه بأنهم الفلول، لكن في اتصال هاتفي مع الشيخ حسن عبد البصير قال لي أنه كان يهاجم مبارك في مسجد عصر الإسلام ومسجد التابع للإخوان ولم يعترض أحد عليه وجزية بذلك، وقال لي أنه سيرفع قضية على الإخوان المسلمين وأنه لن يترك حقه، وكل ما قيل هو افتراء، وأن الإخوان المسلمين يريدون تكميم الأفواه ولا يريدون أي معارضة. هذا ما قاله لي الشيخ. طيب المسيرتين بقى، المسيرتين ان شاء الله ما يقابلوش بعض، يعني فين مسيرة، يعني فين تظاهرات التيار المدني وفين تظاهرات الاخوان دلوقتي؟ التيار المدني الان في مسجد سيدي جابر امام شارع ابو قير امام محطة سيدي جابر. حلو. ومظاهرة الاخوان المسلمين خرجت من سيدي جابر الشيخ وهي في الشارع المقابل امام المنطقة الشمالية العسكرية، خرجت والان هي وصلت الان الى ميدان فيكتوريا. طب معلش عشان انا مش اسكندرانية فمش عارفة يا خالد، قدام محطة سيدي جابر واللي في ميدان فيكتوريا بينهم قد ايه؟ لا بينهم اكتر من حوالي 5 كيلومترات، يعني بعيدة جدا، المسافة بعيدة جدا. مسافة بعيدة، فده في مكان وده في مكان. لكن مظاهرة الاخوان تحركت عندما علمت ان مظاهرة التيار المدني تحركت الى سيدي جابر خشية من وجود تصادم، لكن طيارات القيادات المدني اكدت لي ان خط سيرها محدد ولن يقابلوا مظاهره. طيب. ان شاء الله ما يتقابلوش وخليهم بس كده، يعني ممكن دكتور مرسي بقى الحضن وكده يبقى ده بعدين، يعني مش لازم يتقابلوا بالاحضان خالص دلوقتي. شكرا خالد الامير مراسلنا في اسكندريه. نذهب الى السويس، عمرو غنيمه مدير مكتب الاهرام بالسويس. يا عمرو، ماذا يحدث الان؟ هل لديكم ايه حجم التظاهرات ومن اي الجهات لو سمحت؟ المطالبه. الو، علي صوتك يا عمرو لو سمحت، اتفضل. خليك معايا احسن، انا هخش على الهوا دلوقتي. اتفضل يا عمرو، انت على الهوا. الو. ايوه يا عمرو اتفضل.
من اللحظات دلوقتي المسيرة خدت منهج تاني خالص، مسيرة السويس والمظاهرات في السويس اللي بدأت من يوم الثلاثة اللي فات وبدأت في التصاعد، النهاردة كان في تظاهر من بعد صلاة الجمعة توافد عليه المئات في منطقة الأربعين، وقاموا بمظاهرة وصلت لمبنى المحافظة، وده منهج جديد خالص للمظاهرات في السويس في مسافة سلمية، وصلت إلى مبنى ديوان عام المحافظة. وكان معايا من لحظات الأستاذ سيد أبو طالب عضو جبهة إنقاذ مصر وأمين الحزب الناصري بيدي السويس، وأكد لي أن الرسالة التي تم تسليمها للسيد المهندس محمد مرسي نائبا عن المحافظ اللواء سمير عجلان، الرسالة بتؤكد من جميع القوى الوطنية والثورية بالسويس، تؤكد لرئيس الجمهورية في هذه الرسالة ضرورة أولا سحب الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية، لأنه ليس من حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية، ده في البند الأول منها. البند السابع منها، نظرا لما تمر به البلاد من قلاقل واضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، نطالب بإقالة حكومة الدكتور هشام أنديل على أن تشكل حكومة إنقاذ وطني يحدد لها برنامج عمل متوافق عليه لتنفيذ المطالب التي قامت من أجلها الثورة. عايز أقول لحضرتك كمان أن البيان جاء في نهايته وأنه في حالة عدم رضوخ الرئيس لهذه المطالب. بلاش رضوخ دي، مش عايزين نستخدم رضوخ دي يا أستاذ. أنا بأكلم حضرتك على الرسالة اللي سلموها. هم بيقولوا كده. أيوة، مش في الفحص مش بتاعتنا، إنما أنا بأكلم حضرتك من النص. أيوة، اللي موجود اللي تم تسليمه للمحافظة قلم عشان يبعته لرئيس الجمهورية. الرئيس لهذه المطالب، فإننا نعلن التنسيق مع كافة القوى الوطنية بأنحاء الجمهورية بالقيام بإعلان الإضراب العام وصولا إلى العصيان المدني الشامل في كل أرجاء مصر إنقاذا للوطن. طيب، الرسالة اللي حضرتك أقول لك عليها، عشان ما برضيش أقول لك بقية الجنود اللي فيها عشان ما أشغلش وقتك عشان بقية المحافظات، لكن اللي عايز أقوله لحضرتك إن النهاردة المسيرة كانت سلمية للغاية، حتى بعض القوى السياسية دخلت عشان في بعض القوى المؤيدة للدكتور مرسي بعض العناصر كانت حاولت تعمل حوار مع الثوار في الميدان في منطقة الاستعداد الأربعين، ورفضوا هذا الكلام على أساس إن ما يحصلش احتكاك بين الشباب وبعضه. طيب عمرو، بكرة الإخوان طالعين في السويس؟ حتى الآن المعلومات بتقول إن في ما بين مؤيد ومعارض لهذه المسيرة، لكن المعلومات اللي قالها لي الأستاذ سيد أبو طالب إن احتمال تتأجل المسيرة بكرة، واحتمال كبير إن القوى السياسية المعارضة هيعملوا داتا شو في ميدان الأربعين. طيب، شكرا يا عمرو. عمرو غنيمة مدير مكتب الأهرام بالسويس. نذهب إلى المحلة، محمد عز مراسل اليوم السابع في المحلة. محمد، ماذا لديك؟ مساء الخير يا استاذ لميس، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضل. عندنا في الغربيه يا فندم في مظاهرات في مدينه طنطا وفي مدينه المحله الكبرى. نبدا بمدينه طنطا، انطلقت مسيره حاشده بعد صلاه الجمعه مباشره بدءا من ميدان السيد البدوي حتى ساحه الشهداء امام ديوان عام محافظه الغربيه. نعم، بمشاركه عدد من القوى السياسيه بالتزامن مع مليونيه حلم الشهيد التي دعا اليها العديد من القوى الثوريه في ميدان التحرير للمطالبه باسقاط الاعلان الدستوري واللجنه التاسيسيه. قام المتظاهرون بترديد هتافات يسقط يسقط حكم المرشد، ولا إخوان ولا سلفيين، وإحنا شباب 25، وغيرها من الهتافات المنددة بالإعلان الدستوري. وفي مدينة المحلة الكبرى انطلقت مسيرتان لعدد من الأحزاب السياسية والقوى الثورية والحركات الشبابية، الأولى كانت من مسجد قادوس والثانية من مسجد عبد الحي خليل باشا. طافت المسيرتان شارع البحر واجتمعوا معا في ميدان السون بمدخل مدينة المحلة الكبرى. انضم اليهم بعد الوقفه الالتراس المحلاوي والاهلاوي وحركه شباب 6 ابريل وشباب المحله السائر، بينما ردد المتظاهرون نفس الهتافات المندده بالاعلان الدستوري ومنها عيش حريه اسقاط التاسيسيه. الجديد يا استاذ لميس النهارده في الموقف ان وجود الامن قيام مديريه الامن بفرض اجراءات امنيه مشدده وتامين كافه القطاعات والمؤسسات الحيويه والاقسام والبنوك على غير العاده خشيه حدوث اي مصادمات. صحيح، كما رفعت المديريه حاله الطوارئ بقطاعات المحافظه. هذا الأمر لم تشهده المحافظة في الأيام السابقة، مما أدى لتصاعد الأزمة بين المؤيدين والمعارضين لقرارات الدكتور مرسي، وأسفرت عن سقوط العشرات من الجرحى بإصابات بالغة. لا يعني بنحيي الأمن أنه قام بهذه الحركة الاستباقية، مش عايزين أي اشتباكات، وخايفين برضو على المصالح الحيوية وطبعا المباني الموجودة، وخايفين على الناس وخايفين على الأفراد، فنرجو فبرضو ده استباق للأمن يعني يحيوا عليه. شكرا يا محمد. محمد عز من المحلة. نذهب إلى البحيرة، جمال أبو الفضل أيضا مراسل يوم السابع في البحيرة. جمال، البحيرة فيها إيه النهاردة؟ الخير يا فندم. مساء النور.
عم تظاهر نشطاء القوى السياسية بالبحيرة اليوم عقد صلاة الجمعة للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا. انطلق المحتجون في مسيرات حاشدة جابت شوارع مدينة دمنهور بدءا من ناصر بشبرا حتى ميدان الساعة بوسط البلد، حاملين اللافتات والأعلام المصرية، مرددين الهتافات المناهضة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، ومنها يسقط حكم المرشد وثورة ثورة حتى النصر ويلا يا مرسي عليك الدور ودكتاتور دكتاتور. في نفس السياق أستاذ الأنيس، نظمت جماعة الإخوان المسلمين بعض الوقفات التضامنية أمام عدد من مساجد محافظة البحيرة لتأييد الرئيس مرسي في جميع قراراته خاصة الإعلان الدستوري، منددين بالإعلام المضلل على حد قولهم الذي يخفي الحقائق. من المتوقع أستاذ الأنيس أن بعض النشطاء السياسيين سيتوافدون بكثافة على ميدان الساعة بضمانهم لتصعيد احتجاجاتهم ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مؤخرا. شكرا يا جمال. جمال أبو الفضل من البحيرة. نذهب إلى الفيوم، محمود عمر مراسلنا في الفيوم. محمود، الفيوم فيها إيه النهاردة؟ الفيوم النهاردة أستاذ رميس هادية إلى حد ما لغاية دلوقتي، باستثناء بعد الجمعة كان في بعض الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات الأنصار الرئيس محمد مرسي لجانب ان خطبه الجمعه في جميع المساجد اصبحت خطبه اخوانيه صرف، الاوقاف ما لهاش اي دور في الفيوم، اصبحت المساجد تتبع جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله وليست تتبع وزاره الاوقاف. كل الخطباء في محافظه الفيوم بيتكلموا على الرئيس، ومش عايز اقول لحضرتك ان بعض الخطباء وصفوا بالرسول يعني. امبارح تحصل كارثه في الفيوم، القوى الوطنيه اتجمعوا في ميدان السوائي عشان خاطر يعملوا مظاهره مناهضه للاعلان الدستوري، فوجئوا بسلاسل بشريه من جماعه الاخوان المسلمين موجوده حواليهم في نفس الميدان. لولا تدخل بعض العقلاء وبعض قاده قوات الامن او الداخليه وحلوا المشكله وطلبوا من القوى الوطنيه انها تكمل مسيرتها في انحاء المحافظه وما تستمرش ميدان السوائي منعا من حدوث احتكاكات بينهم. شكرا يا محمود. محمود عمر مراسلنا في الفيوم. الحقيقه محمود قال لنا حاجه مهمه جدا احنا ملاحظينها، طبعا استخدام المساجد يا جماعه، الاستخدام المساجد ده كنا بنشوفه بشكل مكثف طبعا في اوقات الانتخابات، لكن دلوقتي في وقت دعم الرئيس او معارضه الرئيس المساجد بتستخدم بشكل عادي. بعض المساجد بتدعي يعني على العلمانيين والاعلاميين وكل حاجه بيدعوا عليهم، بعض المساجد بتؤيد الرئيس وبتدعو للرئيس وبالصلاح وبالتوفيق، وده شيء يعني مفهوم. لكن النهاردة حصل حاجة في المسجد الذي يصلي به الرئيس في التجمع الخامس، ومعانا خالد عمر عبد الحليم مراسل أو صحفي بالمصري اليوم عشان يقول لنا ماذا حدث في مسجد الشربطلي. مساء الخير يا أستاذ خالد. مساء الخير يا سيدي. أنت كنت بتصلي في مسجد الشربطلي النهاردة؟ كنت بصلي في المسجد. طيب قول لي بقى ماذا حدث؟ ده المسجد اللي الرئيس بيصلي فيه دايما مش كده؟ لا هو مش دايما، هو يعني هو بيصلي في مسجدين تقريبا في التجمع. ايوه. الحمد وحسن الشربطي، المهم يعني هو كان بيصلي في مسجد حسن الشربطي النهارده. والامام ابتدى الخطبه عادي جدا وابتدى يتحدث حوالين ان في الشارع يعني او في الشريعه ان القاضي بيعينه رئيس الجمهوريه او يعني الوالي يعني، وان ولايه القضاء متمده من ولايه رئيس الجمهوريه، وابتدى يضرب امثله بالصحابه وازاي كانوا بيعينوا القضاء وبيعزلوهم وكده. وبعد كده قال ان هو وبناء على ذلك يعني هو بيعلن تأييده لقرارات الرئيس محمد مرسي ويرى ان هي ايه صحيحه يعني ومن حقه ان هو ياخد القرارات دي. ففي مجموعه من المصلين تقريبا اربعه او خمس مصلين وقفوا في وسط الجامع وابتدوا ان هم يهاجموا الامام بالفاظ زي يا منافق، حرام عليك، مش يعني كلها الفاظ كانت بهذا الشكل يعني، حسبي الله ونعم الوكيل. ففي ناس ابتدت تقول لهم لا ان هم مش المفروض ان هم يردوا على الامام اثناء الخطبه وان هم ممكن يستنوا لما الخطبه تخلص. وابتدت تحصل حاله من الجدل الشديد داخل المسجد يعني، ابتدت الناس ترد على الناس وهكذا. كل ده والرئيس موجود في الصفوف الاماميه. الرئيس طبعا كان داخل المسجد كل ده، فابتدت تحصل حاله من الشد والجذب يعني اذا جاز التعبير يعني، الناس عماله ترد على بعض. وفي مجموعه اللي هم الاربعه خمسه اللي هم المحتجين دول كانوا عمالين يهتفوا بيهاجموا الامام بشكل واضح يعني،
حرام عليك وحرام عليك وحز الله أنا من الوكيل وحاجة. طيب امتى تحول كل ده لهتاف ضد الاستبداد؟ لا يعني انا شخصيا ما سمعتش الموضوع ده خالص، انا كنت موجود داخل المسجد. كان بعد كده في ناس ردت، بس ده بعد انتهاء الصلاه خالص، بعد انتهاء الصلاه الرئيس طلع بره خالص، طلع مسك الميكروفون كالعاده احيانا بيخطب بعد الصلوات زي ما انت عارفه، وقام طالب من الناس اللي هي المعترضه انها تيجي تتكلم معاه. فابتدت هتافات، لا الهتافات للامانه كانت مؤيده، مش ما كانتش معارضه. كانوا بيقولوا الشعب يقرر رئيسه وهكذا، مجموعه عشرات يعني داخل المسجد، والناس كلها كانت مصوره، حتى يعني اعتقد والله اعلم ان لقوا مقاطع فيديو اكيد موجوده. ما شفنالوش لسه مقاطع فيديو. طيب لا اكيد هتكون موجوده لان في كاميرات موبايل كتير جدا كانت بتصور. طيب هل اذا هو خلاف، وفي النهايه يعني مشي الرئيس في حراسته، الحراسه كان دورها ايه في هذا الوقت؟ لا ما كانش قلق امني بالمعنى المفهوم. يعني هو حتى وقف اتكلم مع المحتجين، مع شابين من ضمن المحتجين، وانا اتكلمت مع واحد فيهم وسالته ايه التفاصيل يعني الدار ما بينكم، لان هم كانوا بيتكلموا بعاد عننا شويه وكنا لسه في تفاصيل الحوار يعني. طب في روايه اخرى موجوده على الصحف ان حصل هتاف في وجود مرسي يسقط الاستبداد، وان هو كمان هتف معاهم بنفس هذا الهتاف، هل ده حصل ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش خالص، دي روايه مكتوبه بالمره، لان حتى لو كان ممكن يكون بعضهم قالوا احنا كان في دوشه، بس المؤكد ان الرئيس نفسه معاك. اشكرك خالد عمر عبد الحليم مراسل المصري اليوم الذي حضر صلاه الرئيس النهارده في مسجد الشربتلي، واللي اختلف فيه الناس مع او بعض المصلين مع امام المسجد اللي برضه بيحاول يفسر قرارات الرئيس. ده الحقيقه مش دور امام المسجد خالص، دور امام المسجد ان يعظ والسلام والالفه والمحبه، لكن مش دوره ان هو ياخد كلام الرئيس او قرارات الرئيس ويفسرها ويشبهه بالصحابه وما كان يقوم به الصحابه، لان يعني معلش عفوا يا مولانا الرئيس مش الصحابه، يعني ارجوك هناك فروق كبيره ولا شيء لدينا يعني شبه الصحابه يعني شبه لا الخلافه الراشده ولا شبه صحابه رسول الله. طيب نذهب الى التاسيسيه وما حدث بها، ولو انتم فاكرين شكل يا ريت يكون معانا صور التاسيسيه عادل لو سمحت، بتاع الصور امبارح بداوا من الصباح وانتهوا الصباح، والناس كانت بتقع في النص، لكن المهم كان في هدف اساسي هو الانتهاء من الدستور الان وبسرعه جدا. مش مهم قضيه الشهرين اللي منحهم الرئيس، ما انتم ما رضيتوش بالاعلان الدستوري ورفضتوه، اشربوا بقى وخلصوا الدستور بسرعه، اسلقوه بقى، اطبخوه، اعملوا كشري، اعملوا، شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه، كله بالقانون، تصعيد المنسحبين وتصعيد الاحتياطيين بالقانون، مفيش اي ثغره قانونيه هنا في هذه القضيه، كله بالقانون. لكن هو السؤال، كله بالقانون لكن هو في مش في شرعيه، مش في يعني احساس بالقانونيه، يعني القانون ماشي لكن الشرعيه يا مستشار غرياني، الشرعيه ان تشعر ان هذا امر شرعي، أمر له شرعية، في فرق بين أنه قانوني وفي فرق بين أنه هو شرعي. نذهب إلى زميلنا يوسف شعبان مراسلنا اللي كان حاضر التأسيسية حتى الصباح. يوسف ماذا حدث في التأسيسية؟ مساء الخير أستاذ لميس. التأسيسية بالفعل كان يوما عصيبا، أمس يعني أقول أمس ولا اليوم، إن هو من امبارح حتى اليوم. كان من المقرر من الامس ان هو الاجتماع الجمعيه التاسيسيه هيكون الساعه 10، وتاخر قليلا لان هو كان في مفاوضات مع بعض المن يعني بعض المنسحبين ان هم يعودوا ثاني، ولكن المفاوضات يعني استغرقت وقت مع المستشار الغرياني وعقدت الجمعيه التاسيسيه. انا هستوقفك يا يوسف شويه، بس احنا معانا على الشاشه اسماء اعضاء التاسيسيه اللي شاركوا امبارح في التصويت، ننزل كده في اخرها حتى نهايه الشاشه عشان نعرف بالظبط شكل هؤلاء الاعضاء. يعني كام يا يوسف منهم تقريبا حريه وعداله وحزب نور؟ هو تقريبا يعني ما يتجاوز 80% من الاعضاء اللي هم كانوا موجودين من الحريه والعداله ومن الحريه والعداله وحزب النور السلفي، والمحسوبين ايضا على التيار السلفي يعني او التيار الاسلامي بشكل عام يعني. هنا هناك العدد كله اللي كان موجود كانوا 85 عضوا بيصوتوا، كان منهم يعني تم في بدايه الجلسه تفقيد لبعض الاعضاء من الاحتياطيين
التغيب او الانسحاب عدد كبير من التيار او التيار المدني باكمله، بالاضافه للكنيسه، بالاضافه لعدد اخر. كان العدد الموجود او العدد اللي هو من الاساسيين كان 74 عضوا. في الوقت الذي لم يحضر احد من الاحتياطيين الا 14 عضوا، فكان جميع الموجودين في الجمعيه التاسيسيه 88 عضوا من الاساسي والاحتياطي. طيب يوسف قول لي على لحظات الفجر، يمكن كلنا اتفرجنا على لحظات الصباح والظهر وبعد الظهر والمساء، قول لي على لحظات الفجر اللي كلنا نمنا فيها. كان هناك في لحظات الفجر تحديدا يعني اشتد الجدل، هو طبعا ما كانش يعني كان من الساعه 1 لحد مطلع الفجر كده ما كانش فيه جدل، لان كانت كل الاعضاء كانوا في حاله استرخاء تام، وكان الاعضاء كتير بيسيبوا الجلسات بيروحوا يقعدوا في البهو، وكان المستشار الغرياني بيدير الجلسه من منطلق ان هو مين معترض مش مين اللي هو معترض. فلو ما فيش معترضين يبقى كله اجماع اغلبيه. وكانت معظم المواد على فكره على طول اجماع اجماع بشكل. نسيب الخير بقى الدكتور فتحي سرور، اتفضل. يعني كانت الكلمه الدائمه له اجماع اجماع. لكن في مع مطلع الفجر حدثت عده مشكلات على اثرها. حدث ان انسحب الممثل او ممثل الازهر الشريف مره، وانسحب المستشار الغرياني مره، وعادوا. طيب انسحبوا ممثل الازهر الشريف مره ليه يا يوسف؟ كان في مناقشه ماده العزل السياسي، ماده العزل السياسي هي الورده في باب الاحكام الانتقاليه وترتيبها في الدستور رقم 232. وهي بتتحدث عن عزل قيادات الحزب الوطني من حل من ممارسه العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسيه والتشريعيه لمده. تمام. وبالتالي هذه الماده تنطبق على مولانا الدكتور الطيب لانه كان عضوا في الامانه العامه للحزب الوطني. بالضبط، هو ده كان يعني كان الشيء الازهر كان ضد ان هو يتم تطبيق العزل السياسي على فضيله الامام الاكبر. وتحدث الشيخ حسن الشافعي ممثل الازهر وتكلم انه لا يجوز ابدا ان هو الشيخ الازهر الذي وقف بجوار الثوره ودعمها وايدها ان هو يطبق عليه هذا الامر. فحدث ايضا ان هو تحدث الدكتور سليم العوا وراى ان وضع او استثناء الشيخ الازهر ايضا من حقه انه يستثني احد اخر، فوضع نصا هو ايضا يستثني الشيخ الازهر ويستثني الدكتور حسام بدراوي. وكان ركز يا يوسف انت نايم ركز. كان النص الذي اقترحه الدكتور العوا ان يستثنى من هذه الماده من تقدم باستقالته قبل يوم 25 يناير وقبل تنحي الرئيس السابق. وبهذا وقالها صراحة بهذا نستثني الدكتور أحمد الطيب ونستثني الدكتور حسام بدراوي، لكن الشيخ حسن الشافعي وجد في هذا يعني إهانة وقال كلمته أنا لن نسمح أن يلاك الشيخ الأزهر في هذه الجمعية، وانسحب على الفور من الجمعية التأسيسية وعاد بعد كثيرا من المناقشات أن لكي يعود. واستقروا في النهاية أن تكون المادة أن يقصد بالقيادات كل من كان عضوا في يوم 25 يناير. يعني فصلوا المادة على مولانا الشيخ الأزهر. بالضبط، عشان هو يستبعد الشيخ الأزهر، عشان ما يزعلش وما ينسحبش، أو الأزهر ما ينسحبش. ده إيه الحلاوة دي؟ يعني مع احترامنا طبعا وتقديرنا الجليل يعني، لكن في النهاية المواد بتفصل يعني طبقا لمين عنده قوة وقدرة أكتر. ماشي يا يوسف، إيه تاني؟ كان هناك ايضا ازمه في شان المحكمه الدستوريه العليا، المحكمه الدستوريه العليا نصها وارد في الماده 176 اللي هو هناك كان هدف واضح ازاله او الاطاحه بالمستشاره تهاني الجبالي. هذه الماده تتحدث على تقليص عدد اعضاء المحكمه الدستوريه من 19 الى 11 عضو، ولكن كانت المشكله في طيب ال 11 عضو دول احنا هنستبعد الثمانيه ازاي؟ كان هناك راي في داخل الجمعيه التاسيسيه انه لا يتم استبعادهم ويترك الامر الحين احالتهم على المعاش، كل ما كل فرد يحال على المعاش يسقط من ال 19 الى ان يستقر الوضع على ال 11 عضو، وقالوا ان هذا هو الوضع الطبيعي ان هو يترك الامر يتم تصفيتهم حسب كل واحد يحال على المعاش وبعد كده نبدا نمشي على نظام ال 11 عضو. لكن هناك البعض راى لا لازم
الوضع يكون مستقيم لوازم ان هو يتم اقصاء 8 اعضاء من الجمعيه من المحكمه الدستوريه، واستقروا على وضع ان هو ال 11 عضوا هم رئيس المحكمه الدستوريه العليا واقدم 10 اعضاء، ومع ان يعاد ان يعود الثمان اعضاء الاخرين الى مجال عمله. فالهدف هنا لما بياخد هو بقى الـ 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 الاحدث، لما هو بيستثني الاحدث، هو الهدف هنا واضح، هو الهدف يعني هو اتضح وكان الكل يتحدث ان هو خلاص المستشاره تهاني الجبالي هتكون خارج المحكمه. طب احنا هنا بنتكلم عن المستشاره تهاني الجبالي والمستشار بجاتك ايضا. بالضبط ايضا. يعني ايه الدستور اللطيف ده؟ غرزه هنا غرزه هنا واحده هنا كله لطيف، في كشكشه وفي يونكات، في ايه تاني يا يوسف؟ هناك جدل ايضا، كان هناك جدل واسع حول نسبه العمال والفلاحين في في الدستور، نسبه 50%، وكانت كل يعني الدستور بني من الاساس على الا تكون هناك نسبه 50% عمال وفلاحين، وكانت كل المناقشات في هذا السياق، وكانت كل من يتحدث ومن يريد ان يجامل بعض او يضيف اختصاصات للعمال او الفلاحين هنا وهناك كان بناء على ان لا توجد نسبه 50% عمال وفلاحين. طب انتهت لايه هذا الجدل؟ هذه الماده حدث حولها جدال واسع، كان في طرف من طرف خالد الازهري وزير الدكتور خالد الازهري العامله، وكان عبد الفتاح خطاب مصر للعمال، وكان في الناحيه الاخرى الدكتور محمد محي. انتهى الى ايه يا يوسف عشان وقتنا؟ انتهى الى اقتراح قدمه الدكتور محمد البلتاجي بان تظل نسبه العمال والفلاحين للدورة القادمة عشان الانتخابات الانتخابات القادمة فقط لا غير، وبعد ذلك يعاد النظر في الأمر. شكرا يا يوسف. هذا الجدل الذي أثير كان يعني وصل إلى شده وانسحب على في ظل المستشار الغرياني من الجمعية التأسيسية، ثم عاد مرة أخرى بعد أن هدت الأمور. شكرا يا يوسف. يوسف شعبان زميلنا، يوسف شعبان خش نام بقى لان انا عارفه انت ما نمتش من الامس. اذا ماده علشان المستشاره تهاني، ماده علشان تعديلها علشان دكتور احمد الطيب، ماده عشان ان عندنا انتخابات ومحتاجين العمال والفلاحين، ولو لدوره واحده وبني يبقى حلال حلال بقى نبقى نعدل الدستور او نشوف وضعنا ايه. يعني في حاجات كده لطيفه، ده غير الحاجات اللي هنطلعها لكم تاني. يعني احنا مفصلين الدستور الحقيقه، وعندنا مجموعة من المواد بنقف أمامها، زي مثلا مادة التأميم دي، قال لك التأميم لا يجوز التأميم إلا للمصلحة العامة، هقرا لكم النص، المصالح العامة، فمش عارفة إيه المصلحة العامة، من يحدد المصلحة العامة؟ وبعدين ويمكن بقى إيه نعوض الناس بفلوس؟ يعني حاجة الحقيقة تدعو الى حاجات لطيفه جدا، ما احناش عارفين مقصود بيها ايه هذه الماده، وهنقرا لكم مواد ويكون معانا قانونيين يقولوا لنا ما هي الفخاخ في هذه المواد، الى اين تاخذنا. احنا ما بنعترضش يا جماعه اعتراض، وبنقول لا وخلاص، لا وراها بديل، لا لديها سبب، لا يعني في اغلب احيانها هناك سبب واضح وهدف واضح وبديل واضح ايضا، دايما هناك بديل. خلونا ناخد راي الناس. نخرج فاصل ولا ناخد تليفونات؟ طيب محمد من القاهره، اتفضل يا محمد، وبعتذر ان انا صوتي انا عندي برد جامد. اتفضل يا محمد. لو توطي التلفزيون لو سمحت. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا فندم لميس؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ انا صراحه فعلا انا مستغرب جدا من الشعب اللي بيعمله دوت، التأييد الغريب جدا للرئيس. اول مره اشوف في بلد من بلاد العالم كلها ان في مظاهره بتنزل عشان تأييد رئيس، دايما مظاهره معناها اعتراض على الرئيس، اعتراض على قرارات تقومه او تصلحه او توصله للطريق الصح على كلامه، على الكلام اللي هو قاله طبعا، يعني في ميدان التحرير او اكثر من برنامج. ده احنا كنا مستنيين فعلا ان بعد الثوره دي كلها، ومن ضمن الاخوان ان هم نزلوا اصلا علينا متاخرين على الثوره، مشاركين اوكي ما فيش مشاكل، بس ايه ضمن المشاركين معانا ان احنا كنا متوقعين فعلا ان هيرجع عداله وحريه وفي تعبير عن الراي، سواء الاعلان او سواء عن الشعب يسمع المواطن اول حاجه بالنسبه له، ينفذ السلطه بتاعته اللي هي سلطه تنفيذيه، ما يبحث ان امتلاك سلطاته. طيب وخلاص. انت اذا انت يا محمد رافض للاعلان الدستوري، وماذا عن الدستور؟ انا مش رافض للاعلان الدستوري كله، لا في طبعا مواد كويسه. يعني احنا اولا بالنسبه مثلا لايه اعاده المحاكمات دوت، مش شرط ينزل في اعلان الدستور، ما ينزل ده قرار. صحيح. تمام. بالنسبه مثلا للمعاشات او مش عارف ايه برضه، ده قرارات الشريعه، عمرنا ما اتكلمنا عن الشريعه، ما فيش حد معترض عن شريعه الاسلام ابدا، احنا الحمد لله كلنا مسلمين. طبعا. ده عمرنا ما اعترضنا عليه،
كويس. اما تيجي الحال دلوقتي ان احنا نوصل يحصل فيه اقتصاد وفي استقطاب وفي ان البلد كل يوم نفترض مثلا البورصه كلهم بتخسر مثلا حوالي 15 مليار اكتر من الكارد اللي انا هاخده. يعني انا بتكلم ازاي اللي هو مش عاوز يفكر، هو اعتراض من اجل الاعتراض. شكرا يا محمد، ارجوكوا فكروا في الدستور كمان. الموضوع ما بقاش بس يا جماعه اعلان دستوري، لدينا دستور، لدينا وثيقه هامه جدا، ارجوكوا فكروا فيها. منى من الجيزه اتفضلي يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام يا منى، اهلا بيك. انا من الحزب اللي بيقولوا عليه حزب الكنبه، بس بيقولوا الكنبه راحت اتنجدت وعشان كده الناس نزلت. انا للاسف كان مفروض انزل انا كمان، بس انا علشان عندي اطفال صغيرين، وده استحال معظم الستات الموجودين في البيوت ان عندهم ارتباطات اجتماعيه تمنعهم ان هم ينزلوا التحرير. لكن انا كان نفسي جدا اكون النهارده موجوده في التحرير عشان اشارك، عشان اقول لا لا، اللي بيحصل ده اسمه مهزله، ده لعب عيال، اللي بيحصل ده كارثه. هل اقنعك حوار الرئيس اللي هيتضروا منها منى، هل اقنعك حوار الرئيس بالامس؟ اطلاقا ما لقيتش فيه حاجه بتطمني على بكره. شكرا يا منى. فيها استحواذ فصيل على الراي بطريقه هستيريه، كله الحشد والرفض لموقفنا احنا وتسميتنا ان احنا فلول. طب اذا كان هو ان احنا نقول لا على اي حاجه غلط اسمها فلول، وفي انا موافق ان انا اكون فضول. شكرا يا منى. سهير من الجيزه اتفضلي يا سهير. ايوه يا استاذه لميس، اهلا بيكي. سلمى حضرتك. اهلا بيكي. لان انا معجبه جدا جدا بحضرتك شكلا وموضوعا. الرساله عايزه اوجهها للدكتور محمد مرسي، وبوجه له الرساله دي بصفته كان عضو من اعضاء حزب الحريه والعداله وليس رئيسا لجمهوريه مصر العربيه، لانه ليس رئيسا لكل المصريين. هل حضرتك يا دكتور مرسي رحت عملت الاعلان الدستوري كان على 2 3 4 كانوا موجودين في حاره زنقه بيتكلموا بحديث لم تسمعه وليس عندك دليل لاستنادهم، تروح تعمل اعلان دستوري عايز تقلب البلد راسا على عقب؟ وصلت الامر الى انك قسمت البلد الى قسمين منشقين مضادين لبعض، والان بسكوتك توصل رسالة لهذا الشعب المغمور المطحور بتقول لهم أنا البحر قدامكم وأنا وراكم. شكرا يا سهير. نهاد من القاهرة اتفضلي يا نهاد. مساء الخير يا أستاذة رمين. مساء النور يا فندم، أهلا بك. أنا هتكلم مع حضرتك في الدستور، سيبنا من الإعلان الدستوري، أهم حاجة دلوقتي بالنسبة للدستور المادة 210 اللي هي في الباب بتاع المجلس الوطني للإشراف على الانتخابات. المادة 210 دي تم تغييرها امبارح في المسودة بتاعت الدستور، من ان المجموعة اللي هي المجلس الوطني اللي هي بيكون من مجموعة من القضاة بدل ما يتولى عملية الفرز وبتاع دوت والتصويت، بقى يتولى إدارة الفرز والتصويت، فيما معناه ان كده هيحط القضاء إدارة وإدارة غير الإشراف. حضرتك دي معناها إن هو مش هيبقى مشرف، مش هيبقى متواجد جوه اللي جاي. إدارة غير اللي يتولى الفرز. والله أنا هطلع المادة دي دلوقتي يا نهاد. أنا بشكرك، يعني ده طبعا موضوع دقيق جدا، بحب جدا الناس اللي هي الدقيقة. طب لو نطلع المادة اهي، يتولى إدارة الاختراع والفرز وكذا التي تديرها هو أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس مفوضية، ومنحونا الضمانات اللازمة لأداء عملية مما يكفل لهم كذا، واستثناء من ذلك تسند مفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة 10 سنوات، واستثناء على ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور. أو بس في هنا، ما احنا هنا بنتكلم ان في استثناء 10 سنين في قضاء، برضو عشان نكون دقيقين، هم القضاة موجودين معنا 10 سنين، بس هو السؤال هل القضاة هيشرفوا على الاستفتاء القادم؟ اعتقد ان هم قالوا لا. شكرا برضو يا نهاد على هذا التدقيق. احنا عندنا جلسة حول الدستور يعني هنفصل اجزاءه زي ما بيقولوا ومفصله، لكن خلوني سريعا قبل ما نخرج فاصل اقول لكم مجموعة من الاخبار. اولا يعني الكاتب الروائي عز الدين شكري اتصل بي وقال لي ان انا اقتطعت جزء من كلامه، خلوني اقرا كلامه واضحا
اللي كتبه على حسابه في التويتر. هناك فهمت من مشاهدة حوار الدكتور مرسي، هناك دائما مؤامرة خارجية داخلية لا يعرفها سوى القائد، ولا يمكنه الخوض فيها علنا، ومن ثم يضطر للقفز فوق القانون مؤقتا، واللي مش فاهم يقرأ مزرعة الحيوانات مش كوكب القرود. أنا يعني كده قريت الجملة كلها كما كتبها. عمومية مجلس الدولة قررت تعليق عملها بدوائرها، وقالت أن قرارات مرسي هي ضحك على الدهون. وهنتابع ده بعد الفاصل. المفوضية العليا للأمم المتحدة أرسلت رسالة إلى لحقوق الإنسان، طبعا أرسلت رسالة للرئيس مرسي، قالت فيها أو حثت فيها الرئيس على إعادة النظر في الإعلان الدستوري، وأكدت أن إقرار الدستور في هذه الظروف ربما يكون إجراء من شأنه إحداث المزيد من الانقسامات. حمدين وموسى والبردعي أعلنوا اعتصامهم في ميدان التحرير حتى إسقاط الإعلان الدستوري، وليس فقط الإعلان الدستوري، نتحدث أيضا عن التأسيسية ومنتج التأسيسية. يا جماعة أصل الإعلان الدستوري ده بكرة ممكن يطلعوا علينا يلغوه، خلاص الموضوع بينتهي. لكن المهم الآن هو ليس فقط الإعلان الدستوري، الدستور. هذه معركتنا القادمة. فاصل وانتبه هذه الأخبار. أنا عايز الشعب يثور ضدي على طول لو أنا ما احترمش القانون الدستوري. الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة. نمضي إلى الأمام، لا تنظروا خلفكم ولا أسفل الأقدام.